للحديث أكثر ينضم إلي عضو هيئة التدريس بالجامعة الأسمرية محمد مصباح المغربي. بداية مرحبا بك سيد محمد. مساء النور، حياك الله أخي. حياك الله. أخبرنا عن آخر الحيثيات أو ما هي أبرز النقاط التي لخص إليها الاجتماع اليوم. حقيقة الاجتماع هذا جاء يعني في ظل الظروف التي تمر بها الدراسة بالمعاهد الدينية. نعم. ونتيجة التداعيات الأخيرة من قبل الوزارة وإصرارها على إيقاف التسجيل رغم جميع المحاولات والاجتماعات والندوات وورش العمل واللقاءات الإذاعية وغيرها التي أجريت، ولكن لا تزال الوزارة يعني مصرة على رأيها في إيقاف الدراسة. ومن ثم كان هذا الاجتماع وهذه الورشة هي بحضور عدد كبير من مديري المعاهد الدينية على مستوى ليبيا وبعض مراقبي التعليم بالبلديات وأعيان المنطقة الغربية وبعض المشايخ والفقهاء في هذا الاجتماع وهذه ورشة العمل الكبيرة، حيث تم طرح وعرض آخر المستجدات في هذا الموضوع، وكان فيه لقاء بين مجموعة من المتتبعين للموضوع مع السيد وزير التعليم والسيد رئيس المجلس الأعلى للدولة، وتم يعني المناقشة في هذا الموضوع. وأبدأ السيد مشكورا السيد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه سيبذل قصارى جهده لمعالجة هذه المشكلة واستمرار الدراسة. حقيقة المتحدثون اليوم والمتداخلون يعني أجادوا في الموضوع وناقشوا قضايا من دوائر قضية من زوايا عدة، بعضها هو إداري وبعضها هو تعليمي وبعضها هو قانوني، لأن الوزارة تكاد أن تخلط بين الجوانب القانونية بعدم يعني مشروعية هذا النوع من التعليم، وبعض القضايا الإدارية كعدم وجود قرارات وعدم وجود مقرات ومناهج وغيرها، وهذا طبيعي تمت المعالجة وتم التوضيح للسادة الحاضرين على أن كل هذه الحجج وهذه الادعاءات هي غير صحيحة. هناك لوائح وقوانين ومدن يعني تنظم الدراسة أو الدراسة الدينية بهذه المعاهد، وفيما يتعلق المناهج كلها موضوعة وفق الآلية المتبعة في وزارة التعليم وتحت إشراف مركز المناهج. فيما يتعلق بالمقرات وغيرها هي كغيرها من مدارس التعليم العام، ومن ثم كل هذه الحجج وكل هذه الأعذار التي تتبرع بها الوزارة والتي تتحجج بها هي أعذار في حقيقتها وهي ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى إيقاف الدراسة بهذا النوع بالمعاهد. وحقيقة أكد الحاضرون والمشاركون على ضرورة أن تسحب الوزارة هذا الإجراء الذي وهذه المراسلة بشأن إيقاف القبول، وأن تسمح للطلاب بالالتحاق وأن تفرج عن الكتاب المدرسي وأن يعني تعلن نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية الدينية التي لا تزال محتجزة إلى حد الآن ولم يوقعها السيد الوزير، وإلى تدليل الصعاب أمام هذا النوع من الدراسة ودعمها بكل ما يوجد من إمكانيات في الوزارة. نعم، اليوم خلال الاجتماع سيد محمد تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا الشأن بخصوص إلغاء التعليم الديني، ما هي أبرز الملفات التي ستعمل عليها هذه اللجنة؟ نعم، حقيقة هي من أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها وتم الإعلان عليها هو تشكيل لجنة من السادة الحاضرين والمشاركين في هذا الاجتماع، على أن هذه اللجنة ستتولى المتابعة لهذه القضية ولهذا الموضوع مع جميع الجهات بدءا من مجلس الأعلى للدولة إلى المجلس الرئاسي إلى لوزارة التربية ووزارة التعليم. أهم هذه النقاط، أولا لابد من سحب وإلغاء هذه المراسلة التي وجهت إلى مراقبي التعليم بالبلديات بمنع القبول. ثانيا توفير الإمكانيات من الكتب والمدرسين وتدبير الصعاب. نعم. ثالثا لابد من وضع لائحة تنفيذية للقانون رقم 3 سنة 2015 بشأن التعليم الديني، إلى جانب بعض القضايا الأخرى المتعلقة بدراسة التعليم الديني. فأهم هذه المحاور هي لابد من سحب كما قلت لك سحب المراسلة الخاصة بإيقاف القبول واعتماد النتائج وتوفير الكتاب واعتماد اللائحة الداخلية للتعليم الديني. نعم سيد محمد، هل هناك خطوات قادمة في تواصلكم مع الجهات المعنية بشأن التعليم الديني؟ والله نحن لا نرغب في التصعيد مع أي جهة، ونحن نحترم حكومة الوفاق ونحترم وزارة التعليم في كل واحد في حدود اختصاصه، ولكن حتى وإن اتجهنا إلى جهات أخرى فهو المطالب بحقنا وإثبات هذا الحق. ولكن ما نأمله من السادة القائمين على التعليم سواء كان السيد الوزير أو السيد الوكيل أن يتراجعوا عن هذا الإجراء وأن يقروا بخطأ هذا الإجراء وأن يسمحوا للطلبة بالدراسة وتنتهي هنا المشكلة بعد اعتماد النتائج واعتماد اللوائح، وإلا فسنضطر إلى اتخاذ إجراءات أخرى، يمكن أن نحتكم إلى القضاء أو نحتكم إلى الرقابة الإدارية أو غيرها أو حتى إلى
الجهات التشريعيه في الدوله الى ان نثبت حقنا اللي هو حقيقه ثابت وواضح، ولا يوجد قانون يمنع التعليم الديني في ليبيا باي حال من الاحوال، ولا تتعارض القوانين بشان التعليم الديني، ولكن ما نعمله ان يستجيب هؤلاء القائمون على التعليم وان يعني يتراجعوا عن هذه الاجراءات اللي هي حقيقه الحقت الضرر بالتعليم الديني ومنعت او حالت دون ان يعني ان يتواصل الطلاب وان يلتحقوا بهذه المعاهد الدينيه. نعم، شكرا لك سيد محمد، كنت ضيفي في نشره السابعه.